دينو كهذا عبد الملك دينت الدولة إلى سي عدنان وقصور جدو حلقة وحكم مقتين فر أيكون جدنت هاي وحوي الشريط ولا محكبته وح إذا ما هو كسويد ردي إذا ما كسويد لم وحي عبد الملك شيقي وحق قدين الشريه بدك قالوا حن لا دولة دينت قلب كدينت قلب دينو كهذا عبد الملك دينت الدولة إلى سي عدنان وقصور جدو بعد كوجو عدين إني من بيسانية واحد ساجد حتى الستان أنا كوبا صدرني دينت بس وحان كهلنا إن لقى حدنا حبون حرقي عبد الملك مسعودون حريران دي محيط البطي أما إرعفان بيقادة طي حدبا حقاو حمرية حريران تن إلهي قردام إنتي الليك بيكو سمايين داتي كوري حلدون ما دعي كرتا حلدون إنو بناك أصب ملغي يابا داتك قار سيدي إكو تاميين إني النقطو أه قاكود حلدون هلا دير قار حسي دير هلا حرق يوحي لامي الرامج كمبا إن شاء الله يانكو فافا حندوننا مانتا مغادة هرقيسة وحاكدة عين دادكي سؤالة لويدي وبرشد لويدي سؤالة كسابسا حرق عدان موسى عالدون يو محكمة دا هذا الكسو ييري اي احا انا عدي مالك ووحدا بلهن دمان دادكي فكر كاما رأي لويدي وحي سكرا عين قد قد انا عدي مالك واحد دنبي وصل لحين بل سل الدون يجي إن هاد إنتي لوم ملايقو إن ما تغنى قرط اللوكين سيد مريكت يرك مريكت المها المحا أو نيلها وحرها قرط اللوكين إن دنبي وصل لحين هذا قرط اللوكين يا ما تغنى إلى الدون يقولي راد دنبي قصار ما تغنى إلى هذا محكمته سي عدالة يا ودع تاسينا دليل وضد اللوم مري أو هذا الذي لحمري حاكمك يا عدوان المسعود أو أها ورحضات الحكومة كتاب القرآن كي وحكم هذا واحد دنبي أكسر مي قرن كي هذا واحد دنبي أكسر مي وما ديدا هل وحكم يستجوب لي تاسوي أنت مرك عبد الملك إن محكمة دي أترى واحد دنبي كم أنا نهلي لكن حرير علمت أي دون يسوف إن دنبي لو سو ملي يسك شيخ هذا السني أو كم إذا هذا كي أي إن بدن لحري أو إسألة إذا أعتبر كرب كل مي وحاول شيء إن سيدنا أكل حر إلى علمت أي متى غنى دنبي وصل لهين إن يغرط وجن ربين يوم محكمة الجوعنا يكون دوادين وأمد كم إذا سدوا شيء إنتو جوني إلى بحاي وجن ربين سان أنا كرمنا ده دير ويدو وقو ولد يا وان كان الله دينا وكدين من تنبي آذان اللهين بمركز كوسو اوغينا وانا سعونيسا تاسي مركو حكوتو سينيسا إن عبد المالك للما قنيه قرشها لسا إن عبد المالك للما قنيه وحوصان مدنين لكن كودهان دادك السومالي لان ويسو جيدا حلبان كيسي ورئيسي يقول بحيي وحيابه وكل إفيي وقفكي داوضة ومتغنى فهمك روحة كمدها إنا أتغنويري نوح أبارسو إسكولك أبارسينا تغني إيا جامعة برواق ونري واحد دعوة وتبقى بساتين إذنك عبد المالك مجرى إيا قنا يكون لهم ميا واحد دعوة لرادو ونكا أصدقى حقيسة أقول بنا مجرى بس عبد المالك انت ما تغناي وحنو سو قري انا وحن كو هلناي مغا اي وحن كو هلناي ان كاستم بدن انو نو ايمان وانا لا سو راد جوجل كو حكا بو سمي ابار ما كان سا قورتو سو بودي او اه هذا الذي يي قرالتي يي ددك انت بدل هذا الحين يا او وحن لكن وحا ارنت لغا مرواي قار كميد اه والدين oo yiraahday anaga caruurta anaga aflagaaday dhibaato u geystay Cabdi Maalik Muuse Xuldoon waxaana qabnaa in ay maxkamadi inoo xukunto sikastintii leeyay diideen marka miyaa la oran karin waalidiintaasi kuwa kamid iyo cadam oo horey u sheegay in yirina hal la dilo Cabdi Maalik
iyo xir ilaalinta inay iswada og yihiin oo dhammaantoodna ay hordhac u yihiin muxuu ahaa gabadhii mataana iskuulkaas iska laheede cabdimaalik markii uu soo qoray iskay carartay dalka dalka somalilan waxaa iska leh dadka somalilan dalka somalilan waxaa weeye waa dal muslim ah dhaqankana soomaalinimo iyo muslimnimo ay mataqaana u leeyihiin laakiin ma ahan in mataqaana wax dhaqankaada dowrinayo iyo diintaada inaad aqbasho suurtagal maaha wax dhici karana maaha hadalladii sheekh aadan sunni yaa waxaa ka mid ahaa in uu yidhi war waxaad idin xiran waa ina adeerkiin waa walaalkiin wax dembi ahna muusan gelin laakiin dembiye isaga uusan samaynin baad la doonaysaane in adeerkiin iska daayo dad badan baa innaga nala yaaban markaan ka hadlayno waxay kuleeyihiin ree koonfureed baa ka hadlaya cabdimaalik haddii cabdimaalik shalay markii kaalme kuwan u furnaa dadkii lacagaha usoo diray dadka masaakiinta ee reer somaliland wax u dirayay yay ahaayeen soomaaliya dhan bay meeshay joogtay ama jabuuti ha jooga ama nfd ha jooga ama kill ha jooga ama qof kasta oo soomaali ah ya caawinay lama dhihin marka iyada eh dadkan dhibaataysan ee somaliland ku nool waa somalilander iyagaa iscaawiyaan ma dhicin nama dhihin taasi marka annaga nama siinaysa damiirka iyaga marka cabdimaalik oo xaqdarro lagu haystoon ognahay inaan ka aamusno dadka qaar ee si khaldan u fikira yaa waxay ka dhaadhacsan tahay amaba mataqanaaye fikirkan ah in muxuu ahaa dad waxaa jira xag jir ah sidoodaba xag jir ah hadday noqonlahay dhanka mataqanaaye dowladda hadday noqon dhanka mataqanaaye diinta lafteeda waxyaala fara badan baa jira calaa kulli xaal waxay noqotaba cabdimaalik ma socoldoon xayr ilaalintu waxa ay dalbatay in la meermeeriyo oo sanawaad uu ku qaato arrintaa iyada ilaa afar sano shan sano inuu ku qaatay doonayaa laakiin arrintaa iyada eh arrin soconaysa ma aha markii loo eego dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan say arrintan iyada oga dhiidhinayaan ayna u diidan yihiin waayo waxaan ognahay maalinkii maxkamadda mataqaan racfaalka ay qaateen ilaa ay maantadan hadda la joogo intaas in la dhaqaylinayay lagana soo horjeeda arrimaha iyaga waad ognahay marka qof kasta oo damiirkiisa saxan yahay qof kasta oo diintiisa jecel iyo dadnimadiisa dhaqankiisa marna ma aqbalayo in cabdimaalik uu mataqaanaa sii xirnaado kolley waxaan rajayn doonaa insha allah dad badan oo nala mide doonayana cabdimaalik in uu xorriyadiisa inuu helo inay jiraan waana la heli doonaa insha allah maalinkii gaadhale waad mahadsantihiin.